مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، سلام بالجميع في حلقه جديده من حلقات صوموا تصحوا مع الدكتوره كريمه عبده. اكيد ان شاء الله حنكون كلنا بصحه وعافيه اليوم. يا دكتوره رب امين كريمه يا رب. محضره لنا عنصر جديد مهم جدا لحمايه الجسم من العناصر اللي لازم ناخذها باكلنا، بس قبل هيك حكت لي انه عندها مفاجاه لكل متابعي كنار تي في، ما حبت تعلن عن هاي المفاجأة في بداية الحلقات عشان تشوف كيف الناس اهتمامها. أنا بدي أترك لها المايك عشان هي تعلن عن المفاجأة لأنه هي صاحبة المبادرة صراحة. تفضلي دكتورة. كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور. رمضان بيجري بينا يا جماعة، وكل سنة وانتم طيبين يا رب، ويا رب تكون الليلة اللي فاتت قضيتوها بصحة وعافية و التمسنا فيها ليلة القدر، ربنا يبلغنا إياها يا رب. الحقيقة يعني إحنا عمالين كل يوم نحط عليكم واجبات، وأنا عارفة إن كون إن الإنسان يغير عاداته ده أصعب شيء، يعني هو التغيير هو أصعب شيء في الوجود، بس هو قانون كوني. يعني التغيير لو ما حصلش في كل شيء في الوجود يبقى تعتبر الحياة انتهت. يعني هو قانون كوني، راضينا أم لم نرضى هو بيتم، فاحنا بنعمله باختيارنا. يعني احنا بنحاول نغير للافضل باختيارنا، بس انا عارفه ان ده مشقه عليكم، وانتوا شطار وحلوين وبتسمعوا الكلام وبتبطلوا السكر وبتبطلوا الحاجات الضاره. انا لازم بقى اكافئكم وعامله لكم مفاجاه جميله ان شاء الله في اخر الحلقات خالص. هناخد اكتر 5 هيبعتوا لنا ان هم فعلا طبقوا الكلام ده وحسوا باستفادة وحصل لهم، يعني الاستفادة بانت عليهم. واحد كان بياخد سكر قد كده وبطل السكر، واحد كان بيدخن قبل رمضان وبطل التدخين، حد كان وزنه اوفر ويت ومع ما اتبع التعليمات واتبع النظم الصحية اللي قلنا عليها بدأ وزنه ينزل إن شاء الله 1 كيلو. هناخد أكتر 5 عملوا وطبقوا، وهيبقى ليهم مفاجأة هدية كبيرة جدا، ومش هنسيبهم هنكمل معاهم. أنا مش هعلن عن المفاجأة دلوقتي ولا هقول هي إيه، بس هي مفاجأة هتعجبكم جدا إن شاء الله، هقول عليها في آخر حلقة. لكن أنا بحب أعرفكم إن إحنا الناس تبدأ تبعت بقى، كل واحد كده على مدار الأيام اللي حس في نفسه تحسن، واللي شاف ان هو بدأ يظبط الدنيا كده وبدأ يغير سلوكياته وعاداته هيكتب للبرنامج ويكتب لنا، وده هيبقى دي هدية جميلة جدا. هنكمل معاه ونكمل معاه المشوار بتاعه، مش هنسيبه يشتغل لوحده. شكرا يا دكتورة، شكرا. العفو. لازم نشجع الناس اللي عايزة تحسن من صحتها. صحيح انت المستفيد، لكن يبقى انت بتحقق لنا الرسالة بتاعتنا على الارض. دي رسالتنا اللي احنا اخترناها، ان احنا يعني بنتعبد جزء من او نوع من تعبد لله سبحانه وتعالى، ان احنا مساعدة الاخرين، مساعدة الناس ان هي تنجو بحياتها وتنجو بصحتها. فربنا يقدرنا عليها يا رب، وان شاء الله نلاقي مشتركين كتير إن شاء الله بإذن إن شاء الله. الله. النهارده بقى نعم، تفضل يا دكتور. اتفضل حضرتك. أنت حكيتي لي اليوم حتتكلمي عن معدن مهم، أنت تكلمتي عن بعض المعادن، تكلمي عن معدن مهم للصحة، فإحنا كنا أذان صاغية. ربنا يا رب يفيد الجميع ويفيدنا معاكم يا رب. احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت، اتكلمنا عن الكالسيوم، اتكلمنا عن المغنيسيوم وقد ايه ان هما مفروض يبقوا في توازن موجودين مع بعض في الجسم، والحاجات اللي بيبقى موجودين فيها، وعرفنا ازاي نعمل ادارة للكالسيوم في جسمنا، مش بس ان انا اخد كالسيوم وبعد كده اشكي بهشاشة عظام واشكي. عرفنا ان في فيتامينز تانية مفروض ان هي تبقى موجودة في الجسم وادور عليها واشوفها ناقصة ولا موجودة عشان استفيد بالكالسيوم، قلنا فيتامين دي وفيتامين كي 2. واتكلمنا امبارح عن البوتاسيوم ومدى اهميته،
وازاي هو داخل في حاجات كتير جدا، وان هو عنصر مهم جدا. النهارده هنتكلم عن عنصر تاني، احنا بنحاول نجمع العناصر اللي تفرق معانا في صحتنا، اللي فعلا لما هتبدأ تظبطها في جسمك انت هتحس بالفرق، هتحس بقد ايه بنشاطك وبحيويتك، وحاجات كتير قوي اتغيرت معاك. النهارده هنتكلم عن عنصر الزنك. الزنك ده بيسموه الملك. انتوا عارفين ان دلوقتي معظم الدول دخلته في البروتوكول بتاع علاج الكورونا في المستشفيات، اي حالة كورونا لازم بيحط لها الزنك موجود معاه. طب ليه؟ ليه يعني هو عامل لي ملك على ايه؟ بيعمل ايه؟ لا تعالوا بقى نشوف الحاج ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجات كتير قوي. الزنك مهم جدا جدا نمرة واحد في المناعة. اي خلية، احنا عارفين ان الخلايا المناعية دي بتتجدد باستمرار. اي هو في البداية الزنك بيسموه كوانزيم، او ما هو عنصر او معدن من المعادن النادرة، ولكن بيسموه ما قبل الانزيم. كوانزيم يعني الحاجة اللي قبل ما يبقى انزيم، يعني ما فيش انزيم يقدر يشتغل ويقول انا موجود انا اهو الا في وجود الزنك. دي اول حاجة. فطبعا الراجل لازم يقول انا ملك، ما هو متحكم في جميع الانزيم اللي موجودة في الجسم، لانه بيخش في العمليات اللي هي قبل بقى الانزيم ده ما يتكون. فلذلك هو مهم جدا. اول حاجة بيعملها ان هو اساسي وضروري في انشاء الجهاز المناعي وتجديد الخلايا المناعية. الخلايا المناعية من الحاجات اللي بتتجدد كل يوم. فلو مش موجود عندي عنصر الزنك ومتوفر في جسمي، أنا مناعتي هتبقى ضعيفة. أي حد مناع بتلاقيه كل شوية جاي له دور برد، كل لما يعدي كده وحد بيعطس تبص تلاقيه روح عطس وكح وحالته بقت حالة. بيتعرض لأي التهابات باستمرار وبيجيله، كلنا بنتعرض لأدوار البرد، ولكن في ناس تلاقيها يجي طول السنة ما يعديش شهر ولا مرتين ثلاثة في الشهر تلاقيه عنده برد وعنده الأنفلونزا، حتى الأنفلونزا العادية. ده اعرف تماما إن عنده نقص في عنصر الزنك. بيعمل إيه تاني؟ عنصر الزنك مهم جدا في إنتاج البروتين، وإحنا عارفين إن البروتين ضروري جدا عشان إنتاج الإنزيمات والهرمونات والعضلات وكل العمليات الحيويه اللي موجوده في الجسم. لو انت ما عندكش البروتين بتتناول كميه بروتين كافيه، بتلاقي ان انت حصل لك اجهاد واعياء وقواك خارت، ما بقاش عندك اي قوه تتعامل بيها. ده لان الزنك عنصر مهم جدا في تكوين البروتين داخل الجسم. يعني انت ممكن تبقى بتاكل بروتينات وبتتناولها، ولكن البروتين محصلة البروتين اللي موجودة في جسمك قليلة. ده نتيجة ايه؟ نتيجة انك بتفتقد لعنصر الزنك. بيعمل إيه؟ الزنك ده لازم، يعني سبحان الله، احنا لو بصينا في كل العناصر تلاقي كل عنصر له صاحب كده ماشي معاه. يا اما ايه هو زي ما قلنا مع الكالسيوم وصاحبه المغنيسيوم، ده يعلى ده يوطى، ده بيعمل انقباض التاني يعمل انبساط، الاثنين متوازنين، لو واحد منهم اختل يحصل اختلال في الجسم. الزنك نفس الحكاية. الزنك مين صاحبه بقى ومين اللي ماشي معاه؟ عنصر النحاس. حتى لما تيجي تبص في السبلمنت اللي بتتباع، اللي هي الحبوب او التابلت اللي بتتباع زنك، لازم يبقى معاها الكبر النحاس، لان هو والنحاس هما الاثنين بيكملوا بعض في جسم الانسان. فلو النحاس قل الزنك يعلى، لو الزنك عالي عن المعدل بتاعه تلاقي النحاس يقل. فلازم الاثنين يبقوا في حالة توازن. دايما لما بناخد المكملات بتاعتنا او الحاجة من العناصر الغذائية، ربنا ما بيحطش حاجة ابدا فيها اختلال، بتلاقيها متوازنة. زي ما كنا ما اتكلمنا امبارح عن الافوكادو وقلنا الدهون موجودة فيه ومعاه الفيتامينز اللي لازم تضيف في الدهون، فموجود الحاجة وموجود الحاجة اللي هي بقى تخلي جسمك يستفيد منها. فبالنسبة للزنك حبيبه قوي النحاس، ودول تلاقيهم موجودين دايما مع بعض في صورة متوازنة. طيب
بيعمل ايه تاني؟ الزنك. الزنك مهم جدا لتجديد خلايا الامعاء. تلاقي لما مثلا حد الزنك عنده قليل تلاقيه باستمرار يجيله اسهال. ليه؟ لان الاغشيه المخاطيه المبطنه لجدر الامعاء بتنزل مع اي حاله اسهال، ومفيش العنصر اللي موجود اللي يساعد في تجديدها وانشائها مره اخرى. فالزنك مهم جدا ان انا يبقى موجود، وموجود بصوره متوازنه في جسمي علشان تجديد الخلايا اللي زي كده. الاجهاد اللي بيحصل لي والاعياء وعدم التركيز وضعف الذاكره، كل ده بيبقى ناشئ من غياب عنصر الزنك. ده في حاجه مهمه جدا، يعني الخصوبه والهرمونات الأنثوية والذكورية بتتأثر جدا بغياب عنصر الزنك. يعني أي راجل بيشتكي من أي تقصير في حاجة زي كده هيدور هيلاقي عنصر الزنك عنده قليل، ولو بدأ ياخد الزنك بشكل متوازن وبشكل مستمر هيلاقي كل حاجة في جسمك هتبدأ تتصلح. طب ألاقي فين الزنك ده؟ خلينا ندور عليه الأول في الحاجات اللي ربنا ادهن. هنلاقيه متوفر، أولا هو لا يخزن في الجسم، يعني الفيتامينز ممكن تتخزن شوية، لكن الأملاح المعدنية اللي هي زي الزنك والكالسيوم والبوتاسيوم الحاجات دي ما بتخزنش، فلازم آخد احتياجات الجسم كل يوم. يعني ما أقولش أنا خدت النهاردة وخلاص كفاية، لا، يوميا لازم آخد احتياجاتي عشان ما يحصلش أي تقصير في جسمي. هلاقي موجود، يبقى أنا أبص في أكلتي، يا إما موجود في الأسماك، موجود بوفرة في الأسماك، موجود في اللحمة، موجود في الكبدة، موجود في المكسرات، موجود. طب المكسرات غالية، طب موجود في اللب الأبيض اللي هو لب القرع، موجود الزنك فيه بكمية كبيرة جدا. يعني لو كل يوم خدت لك ملو يعني فنجال كده أو كوباية من لب القرع وأزقزتهم بالليل كده وأنت بتاخد ريست شوية مع نفسك، انت كده بتغذي جسمك بعناصر حلوه قوي موجود أنا في لب. بجيبه دكتورة مقشر وبحطه على السلطة كمان. جميل جميل، يعني انت بتوفر بقى. بس انت كده المشكله ايه؟ ان المقشر احنا بناخده ساهل، فهتلاقي نفسك بتاخد كميه كبيره، حرص من الكميه لان لا سعرات أنا باخذ عاليه. يعني كمشة إيد بحطها على السلطة. معلقه يا دوبك، معلقه كبيره كده، مش كبشه ايد، يعني ما نتوصاش. لان احنا بنشرب بناخد فنجان او صح كوبايه، على بال ما تتقشر بقى بترسي بقى المعلقه او معلقتين، يعني عشان هو فعلا سعراته عاليه، فقلبيه دهون صحيه وسعراته عاليه. موجود في صفار البيض، خليك حريص ان دايما في السحور يبقى البيض موجود على السحور، فهيمدك بالزنك، هيمدك بالدهون الصحيه اللي تخليك شبعان بالنهار وما تجوعش. لو انت بتاخد الزنك في المواد الغذائيه دي وانت اساسا كان عندك نقص جامد، يبقى انت في البدايه محتاج جنب الاكل اللي احنا بناكله ان احنا لمده شهر 30 يوم ان انا اخد كل يوم حبايه من الزنك، اروح اشتريه من الصيدليه والزنك متوفر واسعاره مش غاليه. باخد قرص كل يوم هيساعد معايا لمدة شهر بس عشان يبدأ يظبط لي يعني النقص الشديد اللي موجود عندي. طب انا اعرف ازاي انا عندي نقص في الزنك ولا ما عنديش؟ احنا قلنا الحاجات اللي بيسببها، لو انا باستمرار بيجيلي برد، لو انا باستمرار بيجيلي حالات اسهال وبتقعد بتطول مدة معايا، لو شعري بيسقط لان هو بيحافظ على المكونات البروتين، احنا عارفين والبروتين مهم جدا للشعر وللبشره، لو البشره بتطلع فيها حبوب باستمرار، لو الاظافر بتلاقي عليها نقط بيضه، اعرف ان كل الحاجات دي مؤشرات لنقص الزنك. طب انا عايز اختبار عملي وسهل وبسيط اعمله، يقول لي بقى مش هروح اعمل تحليل زنك، التحليل بقد كده، هقول لك تعمل ايه. انت تجيب علبة الزنك، اشتري زنك ودايما يبقى الزنك صلفيت، يعني هو ده احسن افضل الانواع، يعني يبقى داخله فيه مادة الصلفيت. يعني
جيب القرص بتاع الزنك وحطه على لسانك. احنا عارفين الزنك ده ميتال معدن، فبيبان فيه طعم الميتاليتي، طعم المعادن، يعني بنقدر نعرف. حط قرص الزنك على لسانك لمدة 15 ثانية. لو انت اول ما حطيته على لسانك شعرت جامد بطعم المعدن، بالطعم الميتال ده، اعرف ان انت كده الزنك متوازن عندك. لما حطيت له زيادة بان الطعم قوي. طب لو انت حطيت لمدة 15 ثانية او 20 ثانية او 30 ثانية ولم تشعر بالطعم، يبقى جسمك امتصه، جسمك مفتقده. جسمك يبقى لازم تاخد علاوة على الأكل، تاخد لمدة شهر كامل، تاخد معاك كل يوم قرص من الزنك، هيساعد جدا. انت هتشعر بتحسن في حاجات كتير قوي، هتشعر بتحسن في ضغطك، هتشعر بتحسن في مناعتك، مش هتبدأ كل يوم تلاقي نفسك بردان وتعبان وأي عدوى بتنتقل لك. الحاجات دي كلها احنا ليه بنذكرها في الايام دي؟ زي ما قلت لكم امبارح، احنا بنعبد ربنا مش بس بالصلاة، التفكر في خلق الله والتفكر في العناصر اللي ربنا بيديها لنا، وقد ايه الحاجات دي بتبقى يعني اساس الصحة، واحنا بتغيب عننا فبنتعرض لدروبات وبنتعرض كده لوقعات ووعكات في صحتنا. فنحمد ربنا ونشكره ان ربنا خلق لنا الحاجات دي، ونبص في اكلنا دايما. كل يوم هفكرك، بص في اكلك فيه العناصر دي ولا خالي منها، ولا عمال بتجري تروح تعمل سندوتش وخلاص، او بتاكل وجبات جاهزه سريعه كده وما فيهاش اي عناصر غذائيه. دايما ادور على العناصر الغذائيه المفيده اللي هتقويني على الصيام وهتصلح جسمي وهتوديني لصحة أفضل، واطلع من رمضان بصحة كويسة، ونحقق قول صوموا تصحوا. وبفكركم مرة تانية بالمفاجأة الجميلة اللي هتعجبكم، واجتهدوا إن تبقى أن نلاقي ناس هي بتطبق وفعلا صحتها بقت أفضل. أشوفكم على خير في حلقة جديدة إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا في النهاية بدي أشكر دكتورة كريمة على هذا العطاء الرائع. لا يكفي أنها أعطتنا وقت كبير من وقتها في رمضان لتسجيل هذه الحلقات وبثها لكم، ولكن أيضا عم بتحاول تعطي بعض الجوائز عشان تحفز الناس يستمروا على الغذاء الصحي. لك البركة إن شاء الله، وتكون صدقة جارية عنك وعن والديك، ربنا يغفر لهم ويرحمهم آمين ويغفر يا لنا رب. والدينا جميعا يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. آمين أشوفكم بخير إن شاء الله. إن سلام شاء الله. عليكم. السلام عليكم.